كتير بنسأل نفسنا ليه الدولة ما تطبعش فلوس وتدي للمواطنين؟ مادام المكنة معانا والبنك بنكنا ما نطبع فلوس ونتبسط كلنا. النهاردة هنكلمكم عن دول أصبح كل سكانها مليارديرات، ولكن تفتكروا الفلوس الكتير دي هتنفعهم؟ اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس لو أول مرة تشرفونا، واعملوا إعجاب بالفيديو، واستنوني بعد الفاصل. في بعض البلاد تمادوا جدا في طباعة الأوراق النقدية، طبعوا فلوس كتير وما كانش فيه مقابلها أي إنتاج محلي، وبسبب إنهم ما كانوش فاهمين إزاي ده ممكن يأثر على اقتصادهم، حصل عندهم ما يسمى بالتضخم الجامح، أو زي ما بيسموها بالهايبر إنفليشن. الطبيعي إن أي حاجة بتكتر في الدنيا قيمتها بتقل، لو كترت الفلوس تلقائي قيمتها هتقل، ولو كترت المنتجات برضو قيمتها هتقل، ولكن لو المنتجات قيمتها قلت ده معناه إنك تقدر تشتري منتجات كتير بعملة قليلة، وهنا نقدر نقول إن العملة دي ليها قوة شرائية عالية، وده لأنها ببساطة قادرة تشتري منتجات كتير. يعني ممكن الدولة تطبع لك فلوس كتير، ومش هقولك ممكن تخليك مليونير، ده ممكن تخلي كل الشعب مليارديرات كمان. ولكن السؤال هنا، هل لما تبقى ملياردير والبلد فيها تضخم هتقدر ساعتها تشتري اللي نفسك فيه؟ الإجابة ببساطة إن لو ده حصل، أول حاجة هيفكر فيها كل المواطنين إنه ما ينزلوا للأسواق ويشتروا كل حاجة متاحة، ونتيجة لكده هتخلص كل السلع من الأسواق وهتبقى عملة نادرة زي الذهب بالظبط، وحتى لو معاك مليارات الجنيهات مش هتبقى كافية بسبب غلاء الأسعار، وهيحصل ما يسمى بالتضخم. التضخم معناه ببساطة طباعة فلوس كتير جدا، وفي المقابل ما بيكونش فيه زيادة في المنتجات المعروضة. التضخم اللي حصل في المجر سنة 1946 اتصنف كأكبر حالة تضخم مسجلة في العالم في التاريخ الحديث. المجر كان عندهم عملة نقدية من فئة الميت كوينتليون، ولو مش عارف يعني ايه كوينتليون، فده ببساطة بيكون عبارة عن واحد وقدامه 18 صفر، ودي كانت أعلى قيمة لعملة نقدية تم إصدارها في التاريخ. عملة المجر أصبحت بلا قيمة، وبقى بيرميها المواطنين في الشارع لأنهم ما كانوش عارفين يشتروا بيها أي حاجة. النقود اللي كانت بتترمي في الشارع دي ما كانش بيوطي عليها أي حد عشان ياخدها، وده لأنهم كانوا شايفين إن تجميع العملات النقدية من على الأرض بيعتبر بمثابة إحضار زبالة من الشارع للمنزل. ده حتى عمال النظافة كانوا بيكنسوا الفلوس مع الزبالة من الشارع. وعشان تقدر المجر تتغلب على التضخم اللي حصل، أصدروا عملة جديدة اسمها أوبودونجوي، وكان عشان تعرف تحول من العملة القديمة للعملة الجديدة هتحتاج تضرب في 2 × 10^21. كل اللي سمعتوه ده كوم بقى، واللي حصل في زيمبابوي كوم تاني. في منتصف نوفمبر لسنة 2008 لجأت زيمبابوي لطباعة نقود كتير من عملتهم، واللي كانت بتسمى بالدولار الزيمبابوي. ارتفع معدل التضخم جدا في زيمبابوي لدرجة انه وصل ل 80 مليار%. طبعا مش متخيلين الرقم، خلينا بسطه لكم. احنا في الطبيعي لما حاجة بتزيد الضعف بنقول انها زادت 100% مثلا، دول بقى التضخم عندهم كان زايد بمقدار 80 مليار%. يكفي ان اقول لكم ان الدولار الامريكي كان بيعادل حوالي 35 كوادريليون دولار زيمبابوي، يعني الدولار الامريكي بيساوي 35 وقدامها 15 صفر من الدولار الزيمبابوي. ده حتى كان عندهم ورقة نقدية من فئة ال 100 تريليون دولار زيمبابوي، واحد وقدامه 14 صفر يعني. وعلى الرغم من القيمة الكبيرة للعملة دي، ولكنها ما كانتش كافية لدفعها لوسيلة انتقال لمسافة صغيرة في العاصمة، ووصل سعر الثلاث بيضات ل 100 مليار دولار زيمبابوي. يعني لو كنت عايز تفطر فطار عادي في صنفين او ثلاثة، فانت هتبقى محتاج عربية نقل تعبي فيها مليارات من الدولار الزيمبابوي، وده عشان تقدر تجيب فطار بسيط لعيلتك. والمحاولة السيطرة على التضخم تم إيقاف التعامل بالعملة المحلية، وأعلنت الحكومة أن التعامل هيكون بالدولار الأمريكي أو الراند الجنوب أفريقي. ولحد سنة 2014 ما كانش فيه أي عملة رئيسية لزيمبابوي. أعتقد كده كلنا بقينا متفقين أن الفلوس نفسها ملهاش قيمة إلا لو كانت هينفع تشتري بيها أي حاجة، بيتقال عليها في لغة الاقتصاد ليها قوة شرائية يعني. ولكن لو في يوم من الأيام رحت تشتري بيها أي حاجة ولقيت اللي انت عايز تشتري منه ده مش معترف بيها، فكده نقدر نقول انها خلاص بقت عملة ملهاش اي لازمة، ويصبح اللي معاه فلوس واللي معهوش فلوس زي بعض. ملخص الكلام انك لو عاوز تطبع فلوس كتير اطبع زي ما انت عايز، ولكن لازم تشتغل كتير وتنتج الاول، لازم انتاجك المحلي يغطي قيمة الاوراق النقدية اللي هتطبعها ويزيد كمان. هستناكم تحت في التعليقات تقولولي رأيكم في الحلقة، ولو أول مرة تشرفونا ياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات على الكل.
وده عشان يوصلكم فيديوهاتنا أول بأول. وطبعا مش هوصيكم بالإعجاب بالفيديو. كان معاكم محمد جابر ونشوفكم في حلقة جديدة.